مرحبا. في الأيام الماضية شهدنا دخول اليوتيوبرز لعالم جوائز نيكلوديان، حيث عدد كبير من اليوتيوبرز العرب اختيروا للمنافسة وأخذوا اللقب. نذكر من بينهم نور ستارز، دايلر وسعودي ريبورترز. فشو هي جوائز نيكلوديان وكيف فاز اليوتيوبرز بها؟ هذا هو موضوعنا اليوم في سلسلة The Report. بتنظم قناة نيكلوديان احتفال جوائز سنوية لتكريم صانعي المحتوى على منصة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والانستغرام. ويتم تحديد المترشحين على حسب نسبة التفاعل مع جمهورهم على المنصة أو خبرتهم في مجال معين مثل التصوير أو الألعاب أو حتى الغناء. فبعدها يتنافسون بطريقة التصويت، حيث كل مجال له جائزة خاصة. فصاحب أكبر تصويت من طرف الجمهور يأخذ جائزة بالمجال الخاص فيه. فمن بين اليوتيوبرز اللي شاركوا في الجوائز كانوا نور ستارز، دايلر، مينا الشيخلي، روزا، محمود العيساوي، ساندرا ساهي، ولؤي ساهي وغيرهم كتار. فمثلا نور ستارز فازت بجائزة نجم الانترنت العربية المفضل لسنة 2019، ودايلر فاز بجائزة المغني الصاعد لما أقيم أول حفل لنيكلوديان بالعالم العربي، تحديدا بأبوظبي في سنة 2019. فهذه بعض من المقتطفات من الحفل. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.